كما أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أن الصحافة البحرينية استطاعت مواكبة التطورات والوسائل الإعلامية الحديثة، وعملت من خلال الكوادر الصحفية والإعلامية المتميزة على ترسيخ أدوارها الوطنية ونشر الوعي وتثقيف المجتمع البحريني في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. وأشار معاليه إلى أن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى رعاه الله أسهم في فتح العديد من الآفاق المضيئة أمام الصحافة البحرينية، وجعلها شريكا فاعلا في تعزيز مبادئ وقيم الديمقراطية وممارسة حرية الرأي والتعبير وفق الثوابت الوطنية المسؤولة. وأعرب معاليه عن الفخر والاعتزاز بتقدير جلالة الملك المفدى لدور السلطتين التشريعية والتنفيذية والتعاون البناء والتنسيق القائم بينهما، خصوصا في بحث ومناقشة مشروع قانون تنظيم الصحافة والطبع والنشر الذي سيسهم في فتح مجالات أوسع لدور النشر والطباعة والمؤسسات الإعلامية. ونوه معالي رئيس مجلس الشورى بالاهتمام والدعم الذي توليه الحكومة الموقرة للصحافة البحرينية، مقدرا مساندة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وحرصه على تعزيز دور الصحافة وتمكينها من المشاركة الفاعلة في عملية البناء والازدهار بمملكة البحرين. وبين معالي رئيس مجلس الشورى أن الاحتفاء بالصحافة البحرينية في يوم السابع من شهر مايو من كل عام أصبح محطة وطنية لاستذكار مسيرة الصحافة والإعلام في مملكة البحرين. وأعرب معالي رئيس مجلس الشورى عن التقدير الكبير والثناء الجزيل لكل الجهود التي يقوم بها الصحفيون والإعلاميون والعاملون في الصحف المحلية ومساندتهم المستمرة والمشكورة لعمل السلطة التشريعية، مشيدا بالخطوات المتميزة التي اتخذتها الصحف المحلية من حرص ومسؤولية في تناول وطرح مختلف الموضوعات والقضايا بأساليب وأدوات حديثة.